هل يجوز إهداء العمرة لشخص حي؟ لا، الحي لا يعتمر عنه ولا يحج عنه، إن استطاع هو يحج بنفسه ويعتمر بنفسه، لأن هذا لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما الحج والعمرة عن الميت. أما الحي إن قدر هو يقوم بالعمرة أو بالحج يفعل ذلك، وإلا ما يعتمر عنه ولا يحج عنه، إلا في مسألة واحدة، وإذا كان الحي لم يحج حجة الإسلام ولا يستطيع للهرم أو لمرض مزمن فلا بأس أن تحج عنه وهو حي. نعم.